الذي أسرى بحبيبه ومصطفاه في الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومنه إلى السماوات العلى، أما كان ينقلهم في الهجرة دون هذه المعاناة التي بذلها والأخذ بكل الأسباب؟ والأخذ بكل الأسباب. لماذا؟ كان في وسع الله وهو على كل شيء قدير، كما نقله في الإسراء ينقله في الهجرة تنتهي القصة، ولكن لله حكمة في ذلك، وهو أن يكون الرواد وأن يكون المصلحون والدعاة والعلماء وأتباع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام على سنته ومنواله في بذل أقصى ما في الوسع الإنساني من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، ومن أجل أن يبذلوا ما شاء الله لهم أن يبذلوا من معاناة وأن يتحملوا في نصرة هذا الدين، وأن تتعلم الأجيال عبر عصور الحياة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن الرواد والمصلحين وأن الدعاة والعلماء يجب عليهم أن يبذلوا أقصى ما في وسعهم خدمة لهذا الدين، وأن يتحملوا شظف الحياة وقساوتها وضراوتها. فشاء الله تعالى أن تكون الهجرة على هذا النحو المحفوف بالمخاطر المهولة. سبق الهجرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول إطلالة للوحي، في أول آية اقرأ ويعود ترتعد فرائصه ويذهب إلى خديجة وتذهب إلى ورقة ويقول له هذا هو الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجي هم؟ قال نعم، لم يأتي نبي بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤثرا. ورقة بن نوفل الذي قال للسيدة خديجة، هذا منذ متى؟ منذ زمن بعيد ممعن في البعد، حين كانت الإطلالة الأولى والإشراقة الأولى من الوحي، كان يعلم منذ اللحظة الأولى أنه سيهاجر. وتمر الأيام والأعوام ويأتي الوقت الذي يستطلع فيه الناس في أرض الهجرة بصيص النور، ويهرولون في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وتمر الأيام وتمضي الأعوام ويأتي وقت الهجرة، ويدعو الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين عندما أطلعه الله على دار هجرته وأراه إياها في المنام، وقال لهم وأخبرهم أريت دار هجرتكم أرض ذات نخل، فمن شاء أن يخرج فليخرج وليهاجر. إذن كان فيه إعداد وتقدير من رب العزة سبحانه وتعالى لهذه الهجرة، وكانت بشارة، يعني دائما البشارة بشارة الرؤية. نعم، فبشره وقال له وأخبره، بل أطلعه على أرض هجرته وهي المدينة التي كان اسمها يثرب فتغيرت إلى طيبة الطيبة والمدينة المنورة برسول الله صلى الله عليه وسلم.